قبل ما طيح حبايب الكل يروح يشوف المقطع الجديد نزلته على قناتي الثانيه. اتمنى يكون يشوف يا حبايب ويشترك بالقناه. باشر راح ينزل لكم فيديو راح يكون بصورتي والله العظيم هاي المره حقيقه يا حبايب، وراح ينزل لكم فيديو الي هم بوجهي. فالكل يروح يشوف المقطع يا حبايب ويشترك بالقناه وينتظر فيديو باشر راح يطلع بي وجهي. الخبر ابو اللي عدنا انا احمد ابو الرب واللي هو معصب من نور ستارز. احمد ابو الرب نزل على حسب بالانستغرام شوت ستوريات يقول بها انه نور ستارز انت خاينه، السبب انه هي قررت ان تصور ويا نور مار امبارح وصورت وياه فيديوهات، ونور مار انطست رايك لأحمد أبو الرب. عليك أن أعطيكم الاستراليات كاملة حابب نشوفها. هيك يا نور ستارز؟ ها؟ هيك الخيانة؟ والله إذا في خاين احكي كلمة، احكي كلمة. بصراحة أنا معاه في الموضوع. أنت من طرف رأيك؟ كوبي رايت رفع علي، أنت طالع معه ورفع عليك. طلع طلع. صراحة لازم تختار. شو أختار؟ يا أنا يا هو في هالبيت. أنت مين؟ مين يعني؟ كيف تطلع معه؟ أنا مو فاهم. مين؟ كيف تسمح لحالك؟ انت معاي انا معاك كم دقيقه والله 7 ساعات في الميجريشن 72 دقيقه يعني ساعه و12 دقيقه كان المفروض يجي ياخذني على 9 اجى اخذني 10 و12 دقيقه انا موجود من 9 ونص انت عشان طلعت على 10 وربع مش معناته انا سامحت احمد وانا مستحيل ازعل من احمد ايش هالعزومه الرائعه ثانك يو على العزومه جايز واو نور تحكي شغله هذا لسه فطور يعني احنا ما خلينا شيء ما طلبناه ما حكيناش عشاء يعني سفره مظبطه صارت الخلاف يا حبايب اللي صار بين احمد ونور مار يا حبايب احمد ابو الرب بعد ما حرض المتابعين على نور مار نور ما قرر انه يخفي اسم احمد ابو الرب من التعليقات اللي على قناته فحطب خانه الكلمات المحظوره يا حبايب في شخص حاليا اذا يكتب اسم احمد ابو الرب راح ينحذف تعليقه واكو حاط مشرفين هم يحذفون تعليق اما بالنسبه دليل يا حبايب لو ندخل اخر مقطع نزل ونزل بيع التعليقات ونكتب احمد ابو الرب بعدين نروح على كلمه الحذف ولا نحفظ تعليق وتعليق اشخاص لاقوا رايبه ما فضم زين نروح غير الحساب او نشوف التعليق حيطلع للناس او لا بما غير حساب ونزل بيع التعليقات ونروح على كلمه الحذف اولا راح تشوفون التعليق مظهر ولا تعليق اشخاص ثاني ظاهر فكتبوا يا حبايب بالكومنت اشتركوا بحركه نور مار باخفاء الاسم احمد ابو الرب من التعليقات اللي عنده روح حاليا مشكله روي ويا قمر مار فروي يا حبايب شارت الفول حاليا من قمر مار واسو اختها بالنسبه للاشخاص اللي يسالون عن السبب حسب ما وضحت روي انه السبب انه هي قالت لقمر مار نريدش تدعمين العراق عن طريق التويتر وتنشرين بحسابك الانستغرام ولكن قمر مار مهتمت ورفضت مجرد نزلت على حسابها بالانستغرام ستوري واحد وهذا الشيء اللي خلى روي تشيل الفولو من عدها قالت انهم مجرد نشروا على العراق عمود ناس متهجم عليهم وطبعا روي عاد حساب بالانستغرام ب 500 الف مشترك وقناه باليوتيوب بها 400 الف متابع وهم اشخاص صاروا يتهجمون عليهم جمهور قمر مار على اخر فيديو نزلتها بالتعليقات بالانجليزي عليكم تكتبون بالكومنتات هل انتم ويا روي ام ويا قمر مار وعلى سيرة قمر مار يا حبايب فهي وبيسان هل من ممكن انه راح يفضحون محمد جواني ويفضحون نور مار وليش هي طلعت من الفريق وكل هاي الاشياء يا حبايب عبد الله من لايف ستيج طلع ببث مباشر وصار يقول انهم كشفوا هذه الحقائق واشياء هوايه وفضائح راح نعرفها بالمقابله اللي راح يسووها وياهم راح تنزل بالايام الجايه فشو تتوقع الفضائح اللي راح يفضحوها بالمقاطع؟ هل تتوقع ان قمر ما راح تكشف حقائق مختلفة عن الحقائق اللي كشفتها بالسابق؟ وهل تتوقع ان بيسان ممكن تكشف اشياء عن محمد جواني؟ اكتبوا لنا بالكومنتات شنو توقعاتكم عن هذا الموضوع بالمقابلة اللي راح يصير. اخر شيء نختم بقمر مار يا حبايب وهي التقاها ويا محمد مار فنزلت شوية ستوريات على حسابها بالانستغرام كانوا ويا محمد مار والتقوا ويا بعض وهي مش خاصة يتوقعون هل ممكن انه هي قاعدة تصير مفاوضات انه ترجع للفريق كالعادة ما ادري الصراحة يكون راح تكون الستوريات صارت تضحك شوفوها كامل. صفحة الانستغرام حقيقي طبيعي اكتشفت ستوري مهمت ابي نفس المكان اللي اني بيه فكيف خل اروح اشوفه فصاني حروح انا ما متاكده هو وين صراحه ما اعرف هو وين ما متاكده من الموضوع اوه هي والله عظيم شفته حصوركم بالستوري اللي بعده لانه حطول يلا اوصل له يا جماعه شفت مهمت ابي والله العظيم شفته شو هالطول كيفك؟ والله شفت ستوريك لقيتك هون جنبي انا كنت قاعده هونيك بكوفي، كيفك شو الاخبار؟ ماذا تفعل هنا؟ والله ما بعرف طلع لك رسك ليش اسمي هي نعم شكلك ليش سمنانه؟ لك يا جماعه ماني سمنانه يي والله سمنانه عن جد؟ والنبي سمنانه باي باي رايحه انا كسر في خاطري انا بعدين قلتي انا لبس كم بجا نفس الجمع ايه حكى معك انا شو بعرفني؟ بس ليش هيك طب انا كم بدي هذا اسمه غوص اصلا بنسميه طو احنا بنسميه طو اعطيني اعطيني بسم الله ايه ما بدي اخلص بدخلص مني بالشغله شو مني بالحقيقه هلا العالم شو حيقولوا متفقين صح؟ اه الله يا جماعه والله طلعت من الكوفي جد ادور عليها بالشارع وحتى اشوف وينها لقيت هناك قاعد ويا الشله مالته هناك هناك بعدين شلت فلتحت عيني خضراء عيني
روح علي الوسام تكتوا فضيحه المريانه وطبنجه انهم قاعدين يكذبون على المتابعين بستورياتهم. بنزل شويه ستوريات يبين بيها انه محمد طبنجه ومريانه قاعد يصورون ستوري ولكن هذا الستوري كذب وقاعد يسوي تمثيل بس انه على اساس باعونا انه احنا زينين او تشيحتكم للستوري تفهمون اكثر. حتى الستوري عم تمثلوها تمثيل؟ ضبطوا اللعيبه ايه ضبطت كات يا بيصوروا هذول اقسم بالله بيصوروا الستوري تمثيل حتى قلت له ارجع شفتوا اخر شيء اميره الحسين وليش هي متضايقه ومكتئبه. فاميره الحسين نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري كاتبه بي كيفكم انا مختفيه صح عشان شويه الظروف لهيك الحمد لله ماني مريضه ولا شيء بس راح ارجع بعد كم يوم. طبعا مثل ما تعرفون يا حبايبي حاليا محمد كريم واميره ما يحجون يا بعض اكو خلاف بيناتهم على كل ان شاء الله يرجعون لبعض باسرع وقت واكتبوا لنا بالكومنتات هل تريدهم يرجعون لبعض او لا. بس والله حبايبي وصلت المقطع اللي تنسون المقطع للقناة الثانية الكل يروح يا حبايبي يشترك بالقناة واستنوا فيديو الباكر راح يكون بصورة الي وشكوش خرافية. فوالله العظيم قاعد اكذب الكل راح يشترك وينتظر فيديو باكر وبس مع السلامة.